اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صحافه الغد. هنتناول في حلقتنا النهارده ابرز العناوين والموضوعات اللي حازت على اهتمام الصحافه المصريه الصادره صباح غدا الاربع ان شاء الله. خلونا نبتدي بمجموعه من العناوين الموجوده معانا النهارده في صحافه الغد. ومن الاهرام نطالع الرئيس السيسي يوجه بتركيز جهود تطوير وميكنه منظومه المحاكم واجراءات التقاضي. نروح لليوم السابع، الحكومة تنفي فرض ضرائب جديدة على المواطنين. لسه في اليوم السابع وعنوان آخر، الصحة رسائل بمكان تلقي لقاح كورونا خلال 24 ساعة من التسجيل لطلبة الجامعات. ومن صحيفة الوفد، إجراءات أمنية ووقائية مشددة داخل المدارس في العام الدراسي الجديد. طيب خلونا مشاهدينا الكرام نستعرض تفاصيل هذه العناوين اللي تابعناها من شوية ونبتدي من الأهرام، الرئيس السيسي يوجه بتركيز جهود تطوير وميكنة منظومة المحاكم وإجراءات التقاضي. من التفاصيل زي ما وردت في الأهرام، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتركيز جهود وتطوير وميكنة منظومة التقاضي بما في ذلك التطوير التقني لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية وبتعزيز استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي والتسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المستشار عمر مروان وزير العدل. خلونا نروح نشوف عنوان آخر وموضوع آخر في اليوم السابع، عنوان هذا الخبر، الحكومة تنفي فرض ضرائب جديدة على المواطنين. تفاصيل هذا الخبر بيحمل نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء عن اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة. وكشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة، تواصل المركز مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء وأكدت أنه لا صحة لفرض ضرائب جديدة على المواطنين لزيادة الإيرادات العامة للدولة، وشددت على أن الدولة تسعى إلى استقرار السياسات الضريبية بما يضمن دعم جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال مع توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أي ضرائب جديدة من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة والاستمرار في مكافحة التهرب الضريبي ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي على النحو الذي يسهم في رفع كفاءة التحصيل الضريبي. خلونا نرجع لصحيفة الأهرام مرة تانية ونطالع فيها خبر، تنفيذا لتكليفات الرئيس السيسي بدء حملة كبرى لإزالة التعديات على المجاري المائية. التفاصيل استعرض الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري مع قيادات الوزارة التنفيذية تكليفات رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه في غضون 6 أشهر. وجه الوزير وزير الري برفع درجة الاستعداد في جميع أجهزة الوزارة والتأكد من جاهزية المعدات لتنفيذ موجات كبرى لإزالة التعديات في جميع المحافظات، وشدد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وبإحالتهم إلى النيابة العسكرية. وأكد وزير الري العزم على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه التعدي على نهر النيل، وبما يؤدي إلى تحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى نيل بلا تعديات. وأوضح أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، وأشار إلى أن الهدف من ذلك الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة. خلونا نتابع موضوع آخر من صحيفة الشروق، من صحيفة الشروق، موسوعة جينيس، محطة بحر البقر حصلت على شهادة أكبر محطة تحلية للمياه في العالم.
التفاصيل قال الدكتور محمد مقلد الرئيس التنفيذي للمكتب المنسق لموسوعة جينيس في مصر إن محطة بحر البقر حصلت على شهادة أكبر محطة تحلية للمياه في العالم بسعة 64.8 متر مكعب في الثانية وأكبر محطة معالجة في العالم فضلا عن أكبر محطة لإنتاج الأوزون. وأضاف أن المحطة تم إنشاؤها بأعلى المعايير العالمية وأفضلها ويصعب منافستها، موضحا أن المحطة مرت بقياسات كبيرة من موسوعة جينيس عن طريق فريق محكمي جينيس، وهو يكلف وقتا كبيرا استمر لمدة عام من تبادل البيانات. بتعد المحطة هي الأكبر لمعالجة مياه الصرف الزراعي في العالم، وتعد الأضخم من نوعها، وتقع على بعد 10 كيلومتر جنوب أنفاق بورسعيد في سيناء وشمال مدينة القنطرة شرق بحوالي 17 كيلومتر، وتعد من أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء وتعظيم مواردها الطبيعية، حيث ستسهم في استصلاح أكثر من 400 ألف فدان من خلال إعادة تدوير وتشغيل مياه الصرف الزراعي والصناعي والصرف الصحي التي سيتم تحويلها من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية أسفل قناة السويس. خلونا نرجع لليوم السابع ونطالع الخبر بعنوان الصحة رسائل بمكان تلقي لقاح كورونا خلال 24 ساعة من التسجيل لطلبة الجامعات. والتفاصيل أكدت وزارة الصحة والسكان إرسال رسائل بأماكن تلقي اللقاح خلال 24 ساعة فقط من التسجيل لطلبة الجامعات المسجلين على الموقع الإلكتروني في خانة طلبة التعليم العالي. وزارة الصحة والسكان قالت إنه سيتم تطعيم طلاب الجامعات من خلال 1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية بتشمل 830 مركز للتطعيم، بالإضافة إلى 270 مركز شباب تم تخصيصهم لتلقي اللقاح على مستوى الجمهورية. أيضا أضافت أنه تم بدء استقبال طلبات الجامعات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والأزهرية للتطعيم بلقاحات فيروس كورونا بداية من الاثنين ب 1100 مركز للتطعيم على مستوى الجمهورية. أوضحت الوزارة أيضا توفر مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية، ووجهت بأهمية تطبيق بروتوكولات علاج فيروس كورونا المحدثة من قبل اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تم توزيع تلك البروتوكولات على كافة مستشفيات وزارة الصحة والسكان التي تستقبل مصابي فيروس كورونا. خلونا نروح للوفد ونطالع عنوان بإجراءات أمنية ووقائية مشددة داخل المدارس في العام الدراسي الجديد. التفاصيل أصدرت وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور طارق شوقي تعليمات أمنية مشددة لتطبيقها داخل المدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب والعاملين في المنشآت التعليمية على مستوى الجمهورية. وجهت الوزارة بإعداد خطة محكمة للإشراف اليومي تتوزع فيها المهام والتكليفات على العاملين بالمدرسة لمواجهة المخاطر والحفاظ على الأرواح والمنشآت والتأكد من وجود وتنفيذ خطط تأمين المدارس وخطط الطوارئ والإخلاء بهدف تفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث. أيضا شددت الوزارة على ضرورة قيام مديري المدارس بالحضور قبل بداية اليوم الدراسي والمرور على مباني المدرسة للتأكد من سلامتها قبل بداية طابور الصباح وعدم مغادرة المدرسة إلا بعد التأكد من خروج جميع العاملين والطلاب، مؤكدة أهمية تنظيم عملية دخول الطلاب أو التلاميذ صباحا وخروجهم بعد انتهاء اليوم الدراسي والتأكد من خلو المدرسة من جميع التلاميذ عدا المشتركين في المجموعات المدرسية أو ممارسي الأنشطة المدرسية بمختلف أنواعها والتأكد من تمام مغادرتهم بعد انتهائها. أيضا نوهت الوزارة بعدم مغادرة المعلمين للفصول إلا بعد انتهاء الوقت المخصص للحصة، وفي حالة المغادرة للضرورة القصوى يقوم مشرف الدور بالتواجد بالفصل لحين عودة المعلم أو توفير بديل على أن يكون إشراف المعلمين على خروج جميع التلاميذ من نظام إلى فناء المدرسة لقضاء الفسحة والإشراف على خروجهم من الفصل بأمان، وبضرورة تسجيل بيانات الزائرين بدفتر الزيارات بالمدارس مع تحديد يوم أو يومين فقط لمقابلة أولياء الأمور من خلال لجنة حماية المدرسة لمتابعة أبنائهم حتى لا تتأثر العملية التعليمية. وشددت وزارة التربية والتعليم على عدم السماح بدخول السيارات بجميع أنواعها وكذلك الدراجات البخارية إلى أفنية المدارس.
دي كانت مجموعة من الأخبار اللي حازت على اهتمام الصحافة المصرية الصادرة صباح غد الأربعاء إن شاء الله. بكرة إن شاء الله حلقة جديدة من برنامج صحافة الغد، نتناول فيه آخر الأخبار اللي حازت على اهتمام الصحف المصرية الصادرة في صباح اليوم التالي. إلى اللقاء.